السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. يا شيخ، جوزي متجوز علي ومش بيعدل معي، ودايما قاعد عند الزوجة الثانية. أنا زوجة أولي، مش بيديني حقوقي خالص. فلما طلبت بالعدل قال أنا أقعد في المكان اللي يعجبني، عايز تتطلق يا طلقك. فهو هنيتي دلوقتي إما أبقى زوجي على الورق ماليش أي حقوق، إنه اتطلق. وانت اتطلقت تأخذي كل حقوقك كمطلقة؟ هو يعرف ربنا شيخ، يعني حيديني حقوقي، بس أنا معايا 4 أولاد ذكور، مش حينفع أربيهم وحدي. خلاص، ما هو أنت أدرى باب، هو خيرك، شوفي الصالح لك وافعلي، وأنصح بالصلح أفضل من الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحني الشيخ مصطفى، استخدام الصابون اللي هو الجل اللي بيبقى في الفنادق ينقض الإحرام؟ نعم. استخدام الصابون اللي هو الشاور جل اللي هو بيبقى في الفنادق ينقض الإحرام؟ من وقت الإحرام ولا عادي؟ لأنه بيبقى له ريحة، يعني ريحة خفيفة أظن، والبعد عنه أولى احتياطا، لكن لا ينقض الإحرام. يعني مفيش عليك كفارة يعني؟ لا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي فضيلتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك مولانا سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا شغال في شركة نظام وردي، يعني إحنا في وردية 4 أو 5 في الوردية على حسب حاجة العمل يعني. كلنا كل يعني العدد ما بيبقاش كله شغله فعال في النظام الطبيعي. يعني العدد احنا 5 مثلا، كلنا بنبقى مشغولين في الاوقات مثلا الدروبات او الصيانات او كده. في الاوقات العادية اللي هو الشغل في الطبيعي بتاعه، ممكن مثلا نريح بعض، واحد يشيل الشغل واحد يريح شوية او كده. العمل يؤدى على الوجه الاكمل في النهاية ام لا؟ في نهاية الوردية العمل يؤدى على الوجه الأكمل. بارك الله فيك. إنما ممكن يعني أنام ساعة أو ساعتين في خلال الوردية أكثر أو أقل، وزميل مثلا ثاني يكمل يقعد مكاني. يعني العمل يؤدى على الوجه الأكمل لصاحب العمل. يؤدى على الوجه الأكمل. توكل على الله، ما في مشكلة إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بن رمزي ويا إبراهيم بن موسى، سلمكم الله. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. ازيك يا استاذ مغبر حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا كنت استفسر من حضرتك على موضوع كده يخص حد يعني معرفه يعني. تفضل. انا الراجل معرفتي ده كان في ما بينه وما بين زوجته مشكله، ووقع عليها يمين طلاق من حوالي 3 شهور، وجاء من حوالي اسبوع كان في موقف معين حصل ما بينه وما بينها مشكله وطلقها، وفي نفس
الموقف ده يعني بعدها بساعة ساعتين ارمى عليها كمان يمين الطهاء يعني في تكملة الأحداث. يعني قاعد بالأول قاعد السؤال من الأول حضرتك كان في موقف لحد معرفة الموقف ده ان كان في مشادة ما بينه وما بين زوجته. طيب زوجته كانت واقفة قدامه في المشادة فقال لا امشي من قدامي علشان لو ما مشيتيش تبقى انت طالق. فضلت هي واقفة لحد ما رمى عليها يمين الطلاق علشان تمشي. قال لها انت طالق. قال لها انت طالق. محسوبة واحدة. تمام. فهو فضلت البنت واقفة موجودة لحد ما اهلها يجوا ياخدوها. فاثناء ما كان اهلها جم ياخدوها اخذوا حوالي في الطريق ساعة، ساعة ونص او ساعتين. فجأة لقت البنت منهارة في نفس المنهارة بقى ان هي اتطلقت وترمى عليها يمين الطلاق والكلام من ده. فلما دخل لقاها منهارة فراح قال لها برضو انت طالق. هي واحدة. ألف سلامة بارك الله فيكم في حفظ الله. ما هي واحدة تطليقة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال تاني فضلتك بخصوص زكاة المال. اتفضل. أنا دلوقتي بطلع زكاة المال مثلا لما يحول عليها الحول وهي بلغت النصاب بطلعها بس يعني بطلعها من حوزتي بس بتفضل معايا مثلا ابقى عارف مثلا ان في شخص معين هيحتاج مبلغ في وقت فلاني ابقى اديهوله من زكاة المال ده ما بخرجهاش كلها مرة واحدة يعني. يومين ثلاثة يعني ولا ايه بالضبط؟ ايه؟ يعني يومين ثلاثة ايام لا ممكن تقعد كذا شهر. لا كلها مش كلها تقعد يعني انا يعني مثلا طلعت الجزء اللي طلع وفي مثلا عارف ان ليا اخ مثلا هيبقى مثلا عنده حمل عنده ظرف معين شايل جزء من الزكاة دي لحد ما يجي الوقت. لا انصحك تخرجها واذا حصل شيء زي مثل الذي تتوقعه تخرجها مقدما من زكاة العام القادم. تمام. الله يسلمك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لك يا شيخ والله كان في عندي سؤال بعدين. اتفضل. بقول لك يا شيخ والله السورة الأصح لصلاة الوتر هل اثنين في واحدة ولا ثلاثة بتشهد أخير؟ كله يصح. الأصح الأفضل اثنين وواحدة. أفضل اثنين وواحد. أيوه. حديث سيدة عائشة مثنى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى يعني هو ده الحديث؟ لا الحديث هو صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة. ثانيا ابن عباس لما روى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وأيضا الوجه الآخر للتجويز قول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أوتر بثلاث. فكل جائز. طيب الركعة الواحدة تجزي يا شيخ؟ تجزي. قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة قال دعوه فإنه فقيه. الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت حاطة أموال في بنك فيصل من 4 سنين وده والله بعد تحري كبير جدا جدا من مشايخنا الكبار عن بنك فيصل والحمد لله قدر الله ما شاء فعل كان فتواهم ساعتها إن هو حلال حتى أحد الشيوخ قال ده أنا اللي عامل بنك فيصل وما علينا علشان حتى لا أطير على حضرتك. اتضح بعد كده ان الجميع قال حتى بنك فيصل فهو حرام. الان دلوقتي عايزه اخرج الاموال الربويه يعني نسال الله عز وجل ان يعني يبعدنا عنها. في بعض من الاقارب هم يستحقوا جدا جدا يعني وهو حضرتك قلت حتى لا يعود بالفائده من الاقارب يعني. لي اخت زوجي انا عايزه اطلعها عمره من الاموال الربويه دي. بحيث ان هو يعني يكون في ان هي
يعني ترجع فيها الى الله وان شاء الله. يعني انا اسالك سؤال يا اختي. نعم. ساسالك سؤالا. اتفضل حضرتك. ممكن انت تعطي هذه الاموال لشخص غيرك او لامرأة غيرك وهي تعطيها لها؟ ولا لازم انت تكون في الصورة؟ طيب ولو في برضو واحدة من اقاربي. انت فهمت الكلام من الاول؟ يعني انا عايزين نبعدك من الصورة حتى لا تنالي وجاهها. سلم سلم الاموال لاحد يعرفها ووصل دي لفلان ولا تخبره من الذي من التي ارسلته. طيب وبالنسبة لو برضو هو نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. جزاك الله خيرا ونفعك وياك. هل هذا حديث لا أجر لمن لا حسبة له؟ لم أقف له على سند صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. وإليكم يا رب. هل تحدد امتحان دورة شهر كده إن شاء الله بإذن الله شهر. شهر؟ جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. حضرتك دلوقتي أنا ساكنة في بيت في شقة شرك مع حد في الدور العاشر من غير أسانسير، وكل ما أملك في دخلي الشهري 4500، وعندي مشاكل في عظمي وعظامي، فالدكتور قال لي خطر عليا جدا ان انا افضل استمر اطلع الدور العاشر من غير اسانسير، لازم امشي من المكان. فما عنديش امكانيات ان انا اخد شقه على الايجار الجديد او على الايجار القديم، لان كل اللي بمتلكه 4500 اندفعت مثلا منهم 2000 ولا 2500 ايجار وميه ونور. قولي ما السؤال، قولي ما السؤال وجوابه. سؤال ينفع؟ انا طبعا للاضطرار يجوز. للاضطرار يجوز. يجوز الاضطرار. ايوه السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذنك عايز أسألك سؤال في فقه البيوع. تفضل. أخ من الإخوة بيشتري ذهب من الإمارات، تمام، فبيعرض سعره على واحد، طيب لما يروح مصر بيديله بنفس السعر يدا بيد، سواء بقى ذهب غلى او قل بيدول بنفس. كل هذا لا اعتبار له، الاعتبار عند التراضي ساعة البيع، سلم واستلم. كل ما كان من وعود قبل هذا لا قيمة لها. يعني ما فيش مشكلة يعني؟ ها؟ ما فيش مشكلة في البيعة دي يعني؟ لا، ما هو يعني كل ما كان من قبل لا قيمة له، الأمر بالتراضي عند البيع. يعني الحمد لله ما فيش. السلام عليكم، أنا فهمتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا، انت عامل ايه حبيبنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك دايما ابدا. وياكم. يا مولانا انا في مشكلة حصلت كده مع واحد صديقي وحابب ان انا اعرفها منه، تمام؟ اتفضل. احنا كنا عند جماعة، يعني الجماعة دول كان عندهم بنت ممسوسة عندها سحر او مس او عش او حاجة زي كده. فاخدنا بعضنا ورحنا عشان نعالجها. فالجن قال انا مش هطلع من جسم البنت ديت الا اما اخرج اروح لفلان اللي هو صاحبي ده. وصاحبي ده حافظ كتاب الله وما شاء الله ملتزم. ايوه انت مصدق الكلام ده انت؟ هم طلعوا وراحوا عند فلان ده. انا والله انا قاعد يعني وسط القعده ما عنديش اي مشكله. حضر عفريت برضه معاهم ولا يعني؟ ها؟ انت معاهم اللي حضروا العفاريت والجن ولا؟ لا انا كنت معاهم يا ولان، انا كنت رايح كده يعني اتفرج زياره معاهم كده. ايوه بس. هلوم صاحبي مين قال لك ان اللي بيكلم ده عفريت وقال لك انا مش هسيبها لما اطلع وادخل في فلان؟ انا ما اعرفش بقى مولانا والله. هو اللي حصل اتفضل لحد دلوقتي. واصل واصل الحواديت بس اتفضل. نعم واصل الحواديت الحلوه دي. المهم هو لحد دلوقتي صاحبي ما عادش بيصلي نهائي ولا بيركعها نهائي ساعة ما راح جلس الجلسة دي مع الناس. ما بيصليش نهائي.
يعني حتى مش عاوز يسمع صوت الاذان، فهل ده عليه حرج يا مولانا؟ عليه طبعا حرج، يلقي نفسه يذهب للجامع، يلقي نفسه ويجلس الجامع ويذهب يجيب داعي الله. تمام، شكرا مولانا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا. اتفضل. شيخنا في صديق ليا ابنه مريض نفسي. ف الاخ ده بيشتروا سجاير، لو مش عمل كده ابنه بينزل الشارع بيقعد يسال الناس وبيعمل مشاكل يعني. الاخ ده بيشتري له سجاير. والله انا انصح تعرضوه على طبيب، هو الطبيب اللي يوصف. اضع طبيب ومحتاج مصحه وبنحاول ندخله مصحه بس مش عارفين ندخله مصحه. اعتذر عن الاجابه. قل عندها 13 سنه محجبه ولبست ادناءات وعبايات وعليهم طرحه كبيره، دلوقتي انا عايزه البس النقاب وماما مش موافقه، هل انت بلغت يا فتاه ام لم تبلغ؟ بلغت تلزمي بما تلزم به البالغات وفقك الله، ما بلغت ممكن على ما انت عليه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي مسافر وأنا خرجت وما اعطيتش بالي الوقت بتاع تقديم الساعة، قال لي في المكالمة لو ما روحتش الوقت تكون طالب ولا تدخلي لي بيت. قلت له مش هعرف أروح الوقت لوحدي، أنا كنت جاية مع أختي وهروح الصبح. من ضمن الهزار قلت له ده بيتي وكده، وحاولت أقنعه في آخر المكالمة، قلت له أروح الوقت ولا الصبح، الصبح ولا بالليل؟ قال لي براحتك. فافتكرت ان كده وافق، لقيته في مكالمة تانية قال لي المفروض ان انا طلقت. قلت له انا افتكرت عشان انت وافقت اداة ان كده مش طلاق. قلت له اسأل عنك. قال لي سألت وقال لي طلاق وطلاق الغضب لا يقع. وبعدها شفت فيديو على النت وبعته له في رسالة وقلت له شوف شيخ يفتيك الطلاق وقع. قال لي انا ما كانش نيته طلاق. قلت له الفيديو بيقول حتى لو تهديد يقع. لا يا اختي، يا اختي هم اقلش انت تطلق يا اختي. قال لي تبقى طالق لو ما روحتيش. ايوه قال لك لو طالق وما رجحتيش بعد المراجعات راضيه. ايوه وده للتهديد حتى يعني. ما بعت له رساله وقلت له حتى لو تهديد. خلاص لا توسوسي. عشان انا كان في نيتي، عشان كان في نيتي طلاق وبالثلاثه وبعدها بس. قال لي خلاص يكفر كفارة يمين ولا يقع شيء من ذلك بناء على الحيثيات التي ذكرتيها. حتى بعد ما كتب لي في رسالة خلاص انا كانت نيتي طلاق وبالتلاتي. يا اختي الكريمة لا يقع بالذي حدث طلاق بالتسلسل الذي ذكرتيه، يكفر عن يمينه ولا يقع طلاق. ولا توسوسي، انت مزعجة، انت زوجة مزعجة بهذه الطريقة. ليه؟ ما هو حضرتك، ما هو اللي قال لي انا. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدنا. وحياك الله وبارك الله فيك. اللهم امين واياكم. حكم قراءة القرآن بما يسمى بعلم المقامات. لم يرد بهذا التوصيف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أستطيع أن أقوله والله أعلم. حكم أخذ الأغاني من مصدرها لإزالة الموسيقى، لا مانع أن تزيل الموسيقى منها، لكن يبقى النظر في كلماتها، هل كلماتها طيبة أم ليست بطيبة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يسلمك، تفضل. بالنسبة لمسألة مولانا. نعم. نعم. بالنسبة لمسألة الجهر بالبسملة. أيوة. ما الأولى فيها؟ الوجهان قائمان وقويان جدا. تمام. فبأيهما أخذت لا جناح عليك. جهرت بالبسملة في الفاتحة وأنت إمام أو أصرت، الرأيان قويان جدا. وإن كنت استشهدت بحديث أنس أن النبي وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، مش ممكن أخذ دية أن الأولى الجهر، الأولى عدم الجهر؟ عفوا الحديث، اصبر علينا بس. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. البخاري يا عمي صبرا علينا، لا تتعجل علينا كده. نعم نعم، مش مولاي.
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد. الإمام الشافعي يقول يفتتحون بالحمد يعني بسورة الحمد، ليس معناها بالحمد أنها يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ما معناها بسورة الحمد، كما يقال صلى النبي في العشاء صلى الله عليه وسلم بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. وقوى الشافعي قوله بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر فاتحة الكتاب بالسبع المثاني والقرآن العظيم، فقال لا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. أما الزيادة التي عند مسلم في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه زيادة ليست من كلام أنس إنما مدرجة، لما فهم بعض الرواة مثل فهمك أنهم يفتتحون بالحمد قال لا يذكرون البسملة فأضافها من عنده. ويجوز لي وأنا أصلي أجهر في بعض الأيام وعدم الجهر في بعض الأيام، هذا لا بأس؟ لا بأس. تمام، بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم الله يبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. نسألكم الدعاء. الله يكتب لنا ولك التوفيق يا رب. اللهم امين يا رب. لو في زوجة يا مولانا بتكذب على زوجها يعني وبتخبي عليه، وهو خلاص يعني حاول معاها وينصحها وبتاع، وهي برضه ما زالت تخبي عليه وتكذب عليه، يعني تكذب في امور جوهرية ولا كذابة يعني في حاجات خفيفة؟ هو يا مولانا هو يعني هو المشكلة في المبدأ، يعني هي حتى لما بتكذب عليه بتعمل حاجات يمكن هي لو استأذنته فيها هيأذن لها يعني، بس هي المبدأ يعني ان هي مصممة ان هي دايما. هل هذا الزوج شرير وهي تكذب خوفا منه او ليس بشرير؟ خوفا منه يعني شرير. عدل يعني، هو حازم لكنه في العدل يعني في مش في الظلم يعني. طب انت ماذا تريد؟ يعني لو يكون في انفصال يعني زوج يريد ان يطلق زوجته لانها تكذب خوفا منه، كده السؤال مضبوط. ايه رايك انت؟ افترض ان هي اختك، افترض ان هذه المراه اختك وان زوجها شديد عليها فاحيانا تكذب خوفا منه. يا مولانا يعني هل يطلقها ولا ايه؟ بس اصبر، ننصح زوج اختك كده يطلقها ولا يصبر شويه؟ افترض ان يعني زوج اختك رجل شرير شديد عصبي. لا شرير، لا هو شديد ماشي، شديد عصبي ماشي، شديد ولا شرير؟ شديد. تمام شديد. تمام. وكذبت خوفا من شدته وغلظته، فكذبت. تمام. في امور يعني خفيفة، ليس كذب يمين غموس تسرق به ولا شيء، إنما كذب يعني طبقت ما طبقتيش، أشياء خفيفة. أنت تنصح زوج أختك بهذه الطريقة إنه يطلق ولا يمسك؟ هي أختك. لو يستطيع إنه يمسك يعني فهو خيرا يعني. خلاص جزاك الله خير، شكرا. ماشي يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى اتفضل. يا باشا بيت فضلك الله يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، عندي موضوع يمين طلاق اللي عندي في البيت. اللهم سلم يا رب. كنت مراتي واقفة قدامي فقلت لها حضرتك لو ما خرجتيش من قدامي دلوقتي هطلقك مرة. بالهدوء كده حضرتك. حضرتك تقول حضرتك وهطلقك يعني؟ لا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك قلت لها لو انت وقفت قدامي. لا هي كانت عملت غلط يا شيخ يعني انت فاهم. ايوه خلاص لا تفسر، المهم اذا ما مشتيش من قدام طلقها. اللي انا تماسكت اعصابي وهي اللي واقفه بتتردد قدامي وبتتشنك وبتعصبني، وانا بقول لها مش بعاتبك اطلعي بره الاوضه دلوقتي بعد اذنك وسيبيني لوحدي عايز اقعد لوحدي. واتصلت بوالدتها وقلت لها بنتك قول لها بعد اذنك تطلع بره علشان ما طلقهاش. والتانية واقفه وكنا في مكان سياحه وعمها تعلي صوتها وكلام من دوت، قلت لها الامن هيجينا وفي مشكله فبعد اذنك اطلعي بره. لغايه لما قمت انا رامي عليها اليمين وقمت انا قلت لها انت طالق يعني مرات متعدده. طيب تمام.
تمام. وكلمت وكانت حاولت اللي هي راحت تجيب سكينه وتعور نفسها، طلعت بره ورادتها وقلت لها ان كل حاجه خير ووالدك والدتك جايين دلوقتي وان شاء الله هنتلاقي حل، وان شاء الله انت اللي سبب في كده وانت اللي وقفت قدامي وانا قلت لك اطلعي عشان ما اوصلش لكده وكلام من دوت. وبعدين والدها حكيت لهم الموقف وقلت لهم اللي حصل، قالوا لا غلطانه ومش غلطانه، وقفت تتشنج وتزعق، والدها جه يضربها وبقت تخبط على دماغها وكلام من دوت قدام والدتها ووالدها. انا لما قلت اليومين دوت فكرت يا شيخ الموضوع انتهى، يعني اللي فكرت في ناس تقول لك لا الاعداد اليمين اللي انت حرفتها بتتحسب يمين واحد. المهم بعدين قلت ايه بس؟ بعدين اللي هي لما والدتها ووالدها جاي وعمها طلتم وطلتم، فقلت انت بتلطمي عشان طلعتي، طب انت يعني كان كلام نيتي اللي انا الموضوع خلص، فقمت انا قلت لها طب انت طالق طالق طالق. كل دي مره واحده، الاول والاخر مره واحده. تمام يا شيخ، مفيش مراجعه بينهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخنا. يا ام لؤي خلاص يا ام لؤي اتفضل. معلش يا شيخنا كنت عايز اسال على العطور اللي هي كحول، تجوز ولا لا؟ تجوز لانها ليست خمرا. يعني هذه العطور الكحوليه مثلا اذا افترضنا اذا شربت لا تسكر لكن تسمم، فخرجت اذا من تحت مسمى الخمر، والله اعلم. الله اعلم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كان عندي سؤال، شخص اتفق مع صاحب موقف سيارات ان يضع سيارته عنده ودفع له اجر اكثر من يوم، وجي في قبل انتهاء المده، جه في اليوم العاشر دفع له ثمن 10 ايام مثلا، وجاء قبل انتهاء اليوم العاشر وطرده، هل له ثمن اليوم العاشر؟ يعني انا مثلا طرده من صاحب الموقف، طرد صاحب السياره؟ طرد صاحب السياره. يعني جئت لشخص قلت له ساجلس عندك يوم الاحد كله، وطردني قبل ان ينتهي الاحد وانا دفعت ثمن الاحد. طيب ايه المشكله؟ نعم؟ ما المشكله؟ خذ ثمن الاحد. ايوه، هل من حق المطالبه بثمن الاحد؟ اي من حقك. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. اتفضل. احنا طبعا يا مولانا عارفين مفهوم الزنا، بس التلامس اللي بيحصل ما بين الواحد وواحده طبعا لا يحل لبعضهم البعض بالجسد، لكن حرام. هو حرام طبعا، لكن احنا عارفين كفاره الزنا سواء كان للمحصن او لغير المحصن. خلاص بستغفر الله من صالح، ما تكلمش في ان لا، لكن ده ما حصلش يا اخي. خلاص يا جنابك، خلاص حرام واستغفر الله منه واعمل صالح، لكن مالوش كفاره ولا فلك اعمل صالحا، صلي ركعتين لله. طيب تصدق. والقنطره يا مولانا ايه؟ على القنطره ممكن يجوا اولياء على القنطره استغفر الله يا رب، الناس تر علينا وعليك في الدنيا، تروح تقول لهم عملت مع بنتك كذا يا اخي. لا كن فخيها يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ازي حضرتك؟ نعم الله يكرمك. قول لحضرتك بالنسبة للذهب، أحد الإخوة أتى لزوجته بذهب كان عليه أساسا في كان جايب لها جزء وبقى عليه جزء في القايمة، يعني سمعنا يا شيخ؟ أي سمعك، خف شوية ما تنامش، خف شوية أسرع. تمام. هو جاب لها جزء منه وبقى عليه جزء، الجزء اللي هو جابه ده يطلع عليها زكاة ولا ما يطلعش؟ هو أتى لها بهدية لها، ولا هو الذهب ذهبه وهو محتفظة معك أمانة؟ لا، هو حضرتك في الزواج المفروض إن هو جاب لها شبكة. طيب. فما جابش الشبكة كلها ساعتها. يعني 200 جرام مثلا، جاب 100 مثلا. كان مثلا 100 جرام جاب 20 مثلا، بقى عليه 80. طيب دول يعتبر دين عليه حضرتك؟ طبعا دين عليه. تمام. هو جاب جزء وهو عنده ذهب خاصية نفسه. لا، الذهب اللي جابه ده لزوجته. تمام، يعني ما يضيفش ده على ده. لا طبعا. مع السلامة. بالنسبة لسؤال تاني يا شيخ. طيب اتفضل. بالنسبة للذهب برضه
ما السؤال؟ قطع قطع السماعات رفعت. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم انا جاي اسلم عليك بس. الله يسلمك من السوء والمكروه يا رب. بارك الله فيك. ابراهيم عزت. نعم ابراهيم عزت. يا اهلا اخ ابراهيم. ابن عزت ولا عزت كده بدون مكسوع بالتاء كده؟ ابن عزت. مرحبا يا ابراهيم. مرحبا. اللي في السعوديه. ها اللي في السعوديه. يا اهلا وسهلا يا ابراهيم. ابن عزت اللي من السعوديه. كنت جددت لك الاقامات قبل كده بس اكيد حضرتك مش فاكرني. مرحبا بك واهلا وسهلا. بارك الله فيك يا ابراهيم. عوات. انت في السعوديه ولا في مصر؟ لا انا في مصر. الحاج اللي في السعوديه. خلاص زرنا كده لوجه الله. حاضر ان شاء الله. ابراهيم ابن عزت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اتفضل. عندي سؤال. اولا انا مقيمه خارج مصر ونزلنا اجازه نقضي الاجازه في مصر فاجازه 4 اسابيع. العنا الجامع والقصر احنا نبقى بين القاهره والاسكندريه بس هي موطني الاصلي القاهره. هل ليا اصلا جامع وقصر؟ انت من القاهره؟ انا عايشه في المانيا وبقالنا عشان سنتين ثلاثه ونازلين نقضي بس الاجازه. اه لكن ليكي بيت في القاهره وفي الاسكندريه ولا لا؟ عندنا بيت في القاهره. اه بيتك في القاهره وراح فين الان؟ وهنطلع نقعد في اسكندريه. هنبقى ما بين القاهره والاسكندريه. اه يعني مستاجرين في الاسكندريه كمصيف. منزل برضو خاص. منزل خاص. مشكلتك ستتم الصلاه في كل هذه الاماكن. انت في المانيا مقيمه ولكن ماسكن بيت في القاهره وبيت في الاسكندريه خاصين بك. صحيح. فتخسري فقط في الطريق. تمام. الله يكرمك وربنا مش هيضيعك يعني. تفضلي. يعني ان شاء الله. طيب بالنسبه للصيام النوافل بيبقى في تجمع عائلي وانا غالبا لا احب ان اخبر اني صائمه. فهل لو حصل التجمع لا دي الوسوسة. الرسول عليه السلام قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائما فليصلي. يعني إيه فليصلي؟ يدعو لأهل البيت. فهذا لما أقول أنا الصائم يا جماعة الله يبارك لكم كل الله يبارك لكم وما فيش عليك رياء ولا حاجة الحمد لله. جزاك الله خير. آخر سؤال. بما أننا في القاهرة بنقضي مشاوير بره كثيرا وساعات ما بيتيسرش مكان للصلاة وقت الصلاة فباخد اقرب. انا عندي مشاكل في ركبتي و السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ كنت عايز اسال حضرتك في موضوع قضيه الطلاق. اتفضل اسال. اللهم صل على سيدنا محمد. لو تكرمت يعني انا قلت لزوجتي تبقي طالق لو كلمت فلانة ثم سكت وأكدت عليها تبقي طالق لو كلمت فلانة. ففلانة دي أتت لبيت أبو زوجتي وكانت زوجتي في بيت أبيها وكانت زوجتي مريضة. ففلانة أتت مع زوجها وحماتها. حماتها تكون خالة زوجتي. أبو زوجتي طلب من زوجتي الخروج لمقابلة خالاتها فطالت لها زوجي حلف علي فصار وغضب وقال لها اعطيني التليفون هزعق له او شيء من هذا القبيل. فارادت زوجتي ان تخف من حده الامر فخرجت والقت السلام وهي تنظر لخالتها وتشاور لخالتها فصعدت ليا فلانه دي اللي انا حلف عليها ما اتكلمهاش ناحيه زوجتي ومدت يدها لها فأحرجت زوجتي ومدت يدها لها دون أن تنظر إليها ولم تكلمها. ليس عليها شيء. كلمت باليد فقط. ليس عليها شيء ولا تكن شديدا فظا غليظا هكذا يا أخي. ثم دخلت زوجتي وهي تبدي لهم أنها مريضة فقالت لها فلانة ألف سلام عليك فلم ترد زوجتي وهزت رأسها تقريبا. خلاص يا حبيبي ليست تطليقة. حرام عليك يا أخي. لا تعنت على النساء بهذه الطريقة يا أخي. اللهم من وحديث الرسول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمرهم شيئا فرفق بهم فارفق به. يعني أنت جبروت؟
ان كلمتها طالق 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 20,000. يا اخي الامور سهله يا اخي، يا اخي سهلوا على الناس يا اخي. لو اختك مش هترضى لها كده يا اخي، والله ما ترضى لها كده. لو ابنتك لن ترضى لها بهذه الطريقه من المذله والاهانه. ان كلمتها طالق طالق طالع 20 مره، ليه الموضوع؟ ليه الموضوع مش مستاهل يا ناس؟ يا ناس كونوا رفقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ربنا يكرمك يا رب ويجازيك عنا كل خير يا رب. وإياكم وإياكم. بص حضرتك، أنا في سؤال وعاوز حضرتك تجاوبني عليه لو في إمكانية. إن شاء الله بعونك يا رب. بص حضرتك، أنا الحمد لله رب العالمين، ربنا منن عليا وحافظ يعني كتير، يعني حوالي نص القرآن الكريم، والحمد لله يعني نوعا ما ملتزم، لكن يعني متزوج وعندي زوجتي يعني مع الأسف الشديد يعني عفوا يعني مش بتسمع الكلام ولا بتيجي غير لما أنا أتطاول وبألفاظ مش كويسة وأتعامل بأسلوب مش كويس، وحضرتك أنا كاره ده جدا. يعني حضرتك زوجتي بتشتمني شتيمة مش كويسة، بضطر إن أنا أتعامل معاها بشدة، ممكن اتطول عليها بالايدي واعمل حاجات انا ما كنتش اتخيل ان انا اعملها. فحضرتك انا دلوقتي هو يعني كل ما تعمل حاجه زي دي ترجع تصالحني وترجع توقف لي ناس وتجيب لي ناس يعني يحلوا الموضوع، والناس بتحرجني وبرجع تاني، وبرضه نفس الموضوع ده بيتكرر مرارا وتكرارا لحد اخر مره دلوقتي ما عايزين يصلحوا، وانا مش راضي وعايز ان انا انفصل عنها عشان انا اخلاقي بتسوء وانا مش عاوز كده. فحضرتك تنصحني بايه؟ امساكم بمعروف او تسعون باحسان. تمام تمام بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، اسالك الدعاء بحسن الخاتمه لو سمحت. الله يحسن خاتمتنا وإياك السامعين والسامعات. آمين يا رب. السؤال الثاني يا شيخ، إن أنا عايزة أعرف الحديث اللي هو فيه لو حد صلى بعشر آيات يكون من المقنطرين ومن القانتين، ضعيف. حديث ضعيف. ضعيف. تمام، جزاك الله خير. وإياك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اتصال بعد كلمة حضرتك. كنت متفق مع شركة سياحة إنها تطلعني خدمة حجاج العام الماضي، الحج اللي فات ده. وكان الاتفاق على مبلغ معين من المال، وبعد ما هم اخذوا المبلغ كاملا رجعوا غيروا اتفاقهم معايا وبيطلبوا مني مبلغ زياده. فقلت لهم طبعا ان انا مش يعني المندوب اللي انا بتعامل معاه، قلت له ان انا مش في استطاعتي ان انا ادفع لك المبلغ ده خالص، وان احنا كانت انت اتفقت معايا وانا التزمت بالاتفاق، ما تغيرش الاتفاق بعد ما استلمت مني الفلوس دي. أيوة. يا شيخ احنا قال لي خلاص ماشي، ما فيش مشكله وحصل خير، وقال لي انا هسد الباقي عنك للشركه. حضرتك معايا؟ معك. سد يعني كدين عليك او تبرع منه؟ لا، هو قال لي تبرع منه، قال لي ما تحملش هم حاجه، لان احنا بيقول لي احنا بلديات وبتاع، وانا عشان انا التزمت باتفاقي معك. هو كان الباقي مبلغ متبقي، المبلغ المتبقي كان مبلغ بسيط يعني، والنهايه خلص. فالمهم ان انا قلت له عامه جزاك الله خيرا، وانا لو عرفت اتصرف في 1000 ولا 2000 ان شاء الله باذن الله يعني نشيل الموضوع بالنص. قلت له لو عرفت. لما رحنا هناك الحمد لله الحج تم على خير، ولكن جميع او معظم الحاجات اللي اتفقنا عليها لم اجدها هناك. يعني هم اخلوا باتفاقهم معايا في حاجات كتير، لان المفروض طالع عماله وخدمه حجاج وليا تصريح، ما اخدتش تصريح، والموضوع ما يعني دفعنا فلوس يعني كلفونا فلوس زياده، حتى الانتقالات دفعنا. طيب النهايه بس، ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ بعد ما النهايه ان احنا ان انا بعد ما رجعت وبعد فتره امبارح بيتصل عليا بيكلمني بيقول لي بيطالبني بالفلوس المتبقيه. قضيه تسمع من الطرفين. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله بخير.
كان في سؤال يا شيخ، لو انا الامام وفي الصلاه تعبت وقعدت، اللي ورايا يقعدوا ويكملوا الصلاه جالسين ولا برضه لو في ركوع يرفعوا؟ يقوموا. كان هناك حديث اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون، ولكن هذا نسخ بان النبي في مرض موته صلى جالسا والصحابه خلفه قيام. قال الحميدي شيخ البخاري إنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. الحنابلة يقولون يصلون جلوسا، لكن الجماهير يقولون يصلون قياما خلف الإمام القاعد إذا كان بالإمام مرض، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى حياك. نعم وحياك ربي، تفضل. نحن من مصر مطروح ان شاء الله نود ان نزور فضيلتكم يا شيخ. شرفنا، تفضل. الله يكرمك ان شاء الله. حضرتك تتواجد انت في المسجد ان شاء الله؟ متواجد يوم الاحد والاربعاء ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله شيخ، قريبا باذن الاحد ان شاء الله. شرفنا. الله يسلمك. عشان نحبك. السلام عليكم. الله يكرمك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يعني أنا عندي سؤال بس لحضرتك، أنا يعني عشان ما أطولش على حضرتك، يعني أنا طالب في الثانوية الأزهرية ولسه مخلص وكده الامتحانات وكده، والحمد لله المجموع بتاعي يعني فاتح كل الكليات الحمد لله. الحمد لله. أنا دلوقتي في يعني إيه، كنت انا يعني في خلال الدراسه كنت انا عايز ادرس في كليه صيدله، بس حاليا انا مستقر على ان انا ادرس في كليه الطب. طيب. في جامعه الازهر. بس برضو حاسس ان انا حاسس يعني بفكره ان هو ايه، ان حاجه المجتمع لاطباء مش زي حاجه المجتمع لشيوخ او لناس تحفظ الدين للناس او المجتمع، خصوصا الفترات الجايه وكده. انا حاليا يعني مش عايز اقول محتار، بس هو اللي بيغلب عليا والراجح عندي ان انا ادخل طب واخد المجال ده لاخره. بس في زي ايه، زي تفكير ان انا ممكن ادخل مثلا في سكه ان انا ادخل كليه دعوه اسلاميه في الازهر واتخصص في المجال واكمل في حاجه زي كده. لما سالت اكتر من حد انا بثق فيه واغلبهم يعني كانوا شيوخ وكده، فقالوا لي ان انا ممكن ايه اجمع بين الاثنين، بشرط ان انا مش هبقى مش عايز اتميز مثلا في مجال الطب، يعني مجرد بس ان انا ايه. طولت علينا في الحديث والله يا اخي. ايه؟ أطلت في الحديث، جبت مجموع كبير، عايز تخش طب خش طب، عايز تخش أصول دين خش أصول دين، المهم في داخليا أنت تحب الدعوة إلى الله وتحب دينك ستفلح أينما كنت. كنت في الطب ستفلح وتدعو إلى الله في كلية الطب وتنصح البنين والبنات وتكابد وتذاكر هذا وذاك. يعني أنت يعني من داخلك أنت محب لله ورسوله ونصرة دينك، ستوفق في أي مكان. شكرا. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى، عندنا في الجامعة مدينا كورس نسمعه على النت كده، واللي بتشرح الكورس ده واحدة أجنبية متبرجة ولازم إجباري نسمعه. اسمعه. مجبر خلاص، يعني سماع المرأة الأجنبية جائز. يعني اسمعه جائز عادي؟ سماع المرأة الأجنبية لعلة جائزة، سألتمونا متى فاسألونا من وراء حجاب. تمام. طيب هو المحتوى الفيديو ده بيبقى مكتوب كلام كده، ولكن فيش شهادة في آخر الكورس ده عشان أخدها لازم أبقى اكتست الفيديو سمعته، فهل ممكن أقرأ الكلام وأخد الشهادة دي ولا ده يبقى غش من غير ما أسمع الفيديو؟ هو الكلام على المحتوى ولا على السماع أو القراءة؟ كان ابن علي يعني على السماع لازم اسمع باذني، هب انني ما سمعت شرح المدرس لكن قرات وفهمت. هو المفروض اسمع، لكن هو في المحتوى كلام انا المفروض تسمع ليلى، هي لغه يعني دروس لغويه، تعرف مخارج حروف ولا ايه؟ تسمع لماذا؟ دروس حاجه في البرمجه كده يعني كمبيوتر وكده يعني. لا يعني انا بسال سؤال يعني هل لا لا يعني الامر بالاستفاده والامر بالسماع. إذا كانت العبرة بالاستماع تستمع، العبرة بالاستفادة والفهم لا بأس تفعل ما تشاء. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. تفضل. مصطفى. نعم. معذرة. لا تعتذر، تفضل. ماشي، لأن في أحد الذين يحافظون على صيام يوم عاشوراء كان ناوي هو يصوم عاشوراء، بس ولكنه لم يتذكر إلا عند صلاة الجمعة، فهو أخبرني بأنه قد تناول دواءه بعد صلاة الفجر مباشرة. يعني لم ينوي ولم يمتنع عن الأكل والشرب. لا، هو قلت الشيخ هو كل سنة يصوم يوم عاشوراء، كل سنة يصوم، لكن السنة دي ما نوى ليلا وأكل نهارا. لا، هو أكل قلت الشيخ بعد صلاة الفجر مباشرة. أيوة، بعد ما أكل بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام من الليل، صح كده؟ نعم، ولكنه ينوي الصيام كل عام، ولكنه لم يذكره أحد. خلاص، معلش، السنة دي أفطر يصوم يوم كما ربنا العليم بالنية. قد شيخنا، سؤال تاني شيخنا، بالنسبة واحد كان وجد لقطة فلم يخبر عنها إلا بعد مرور تقريبا أكثر من عام، ماذا يفعل؟ جهلا ولا مكرا ولا إيه يعني؟ والله اللي شفته منه يعني إن هو يعني اسأله لماذا لم تخبر عنها، يعمل مثل الأهطى، عارف الأشعب طماع. واحد جاء قال له يا أشعب أنا وجدت دينارا، قال أشعب الطماع اشتري به دجاجة وعرفها، قال إذا لا يعرفها أحد، قال ذلك ما كنا نبغي. فأنا بسألك سؤال، لماذا لم يعرفها طيلة السنة؟ السؤال مقائم. ها، نعم، هو شيخنا ربما يعني كان يعني وصف له الشيطان يعني بأن يعني يستأثر بها نفسه. نعم، ربما يعني وصف له الشيطان بأن يستأثر بها لنفسه. أي، ما هو بعد مرور عام يعني هو أراد يعني سأل ماذا يفعل. خلاص، يعمل إيه يا شيخنا؟ يعرفها أيضا سنة، يعرفها في المكان دوت سنة. أي، نعم، جزاكم الله خيرا. ما كنت في ناس مثل أشعب كده، أنا كده يعني استبعادا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل عن بخصوص الشغل. استفسار بإيه؟ بخصوص الشغل. أيوه. الشغل ده هو جوه البنك، بس هو ماليش اي علاقة بالبنك، انا اصلا تبع شركة خارج البنك، والشغل ده بيبقى في التأمينات، التأمين على الحياة، التأمين الصحة اللي هي المرتبات اللي بيستقطع من المرتبات وكده، فانا كنت عايز اعرف هل هو حلال ولا هو نفس التأمينات هي البنوك. يعني لو امكنك يا اختي الابتعاد عن كل هذه الاعمال، اسلم لدينك، الله يكرمك. طب لو شركة بره البنك، ما هي نفس شركة تأمين، مش هي شركة تأمين أيضا؟ أيوه، ابتعد عنها اطلق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كنت يا شيخ لي استفسار، أنا كمسلم بصلي والحمد لله وصوم وتصدق، إيه المطالب بيه كعلم شرعي؟ الواحد المفروض يبقى عنده علم بيه. يعني الأعمال التي تحتاج إليها لازم تعرفها، الصلاة لازم تعرف كيف تصلي، الزكاة تعرف كيف تزكي، ستحج تعرف كيف ستحج، ستتزوج تعرف إيه الذي يلزم الزوج ويلزم الزوجة، كل بحسبه. لكن مثلا ممكن نقول لك الآن أنت مش محتاج للمواريث، لأن ما عندكش يعني مواريث كبيرة، مش محتاج مثلا الديات، لكن كل مسألة تستجد تعرف أحكامها. الله يكرمك. الله يجزيك خير. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت سارة بنت أبي سمير؟ نعم. اهلا وسهلا. ابوك اعطاك المتريال اللي قلنا له يعطيك لما سمعت لنا ولا لا؟ نعم. الحمد لله، قل الحمد لله وجزاه الله خيرا. تقول الحمد لله ثم تقول جزا الله ابي خيرا. تريد المتريال تانية تسمعها؟ اسمع لك حاجة تانية ولا ايه؟
يمكن ان تسالني سيد. المره اللي فاتت كنت في الشورى، الان في اي سوره؟ القصص والنمل. القصص والنمل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. اكملي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون. واذا يتلى عليهم قالوا امنا بارك الله فيك يا سارة، مثل يالسان ياخذها من ابيك. بارك الله فيك، الله يكرمك، مبروك مبارك عليك، الله يسمي ابو سمير ادفع. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمعت كان عندي سؤال. اتفضل اسال. دلوقتي في واحد شغال محاسب، احد مهامه الاساسيه ان هو امين للمخزن، وبيعينه في العمل ده اتنين اكبر منه في المسؤوليه، في المديرين. دلوقتي لو حصل عجز هو بيتحمله، وبيعمل تقرير للمحاسبين يقوموا بعمل مراجعه ثانيه، وبعد كده لو ثبت العجز ده، العجز ده فعلي، هو اللي بيتحمله. لو حصل فائض بيعمل نفس التقرير للمحاسبين وبيرجع، له لا مفيش فائض نتيجة للمحاسبين، الفائض دوت بيتقسمه لتلات هو والمديرين التانيين، فهل يقسم لذلك؟ لا فهمني الآن، هو بيشتغل أمين، أمين عهدة ولا إيه؟ هو محاسب وأحد مهامه إن هو ماسك الخزنة. محاسب وماسك الخزنة، أحيانا نأتي في الخزنة عجز يدفعه زيادة يأخذها كذا؟ أنا أنصح لو في زيادة يجنبها على جنب، حصل عجز يسدد من الزيادة. ما هو بيعمل كده مولانا، بس لما الزيادة دي يعني الزيادة دي بتطول وقتها فبياخدها هو اللي معاه. وبعدين الزيادة دي تنتج أحيانا نتيجة إن العميل بيسيب حاجات خفيفة كده. العميل مثلا ما بقاش فيه باقي، مثلا يدي 1000 جنيه وان يكون 1000 جنيه فهو 990 في حسابه، فبيسيب مثلا 10 جنيه مفيش فك. ايه؟ حضرتك فاهمني؟ ايوه فاهمك، خلاص لا بأس هنأذي. لا بأس عليه ما يقسمش يعني؟ الزبون بيسيب مثلا يسيب 5 جنيه 10 جنيه مفيش مشكلة. نعم، الشخص المذكور مقيم بالسعودية والبنت مقيمة بالسعودية، أحمد بن سمير. يعني مفيش خطأ كبير يعني. 100 ريال هناك تساوي 100 جنيه هنا تقريبا. ماشي يا عم احمد بن سمير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل الاظافر المتصله حرام ام حلال؟ والله مكروهه وتلتحق بالوصل. بارك الله فيك يا شخاب، جزاكم الله كل خير. تفضل. لا تفعلي، لا تصلي أظافر بأظافرك. مرحبا شيخ إيهاب عقل، سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. إيه؟ ابني كان عامل مشروع بقاله 11 سنة. اللهم بارك. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، اتحرق الحمد لله. الله يعوضه خيرا. يا رب يا رب يعوضنا خير يا رب. دلوقتي كان في ناس يعني سايبين عنده هو المشروع بتاعه، بيصلح فوانيس السيارات وبيلمعها وكده. ففي زباين سايبين عنده كان فوانيس عشان تتصلح، واتحرقت من ضمن الحاجات اللي اتحرقت يعني. واخد بال حضرتك؟ طبعا هو المشروع اتحرق في يوم كان مقفول يعني، المحل من ماس كهرباء يعني مش غلط منه. ماشي حضرتك؟ ماشي. طيب دلوقتي هو هل عليه ان هو يعوض الزباين دي؟ هما طلبوا ولا رفع؟ طبعا طلبوا، كل واحد بيطلب حقه يعني، محدش بيراعي ان الخساره كبيره يعني. هو افلس تماما ولا عنده فلوس؟ لا للاسف يعني، هو للاسف هو شاب ابني، واحنا كنا حاطين كل فلوسنا مديناها له عشان يعمل المشروع ده ويقوم على رجليه، والحمد لله هو اصلا صابر ومحتسب
ولا نزكيه على الله احد يعني، واخد بال حضرتك؟ أيوة. بس طبعا المحل نفسه ايجار، فلازم هيصلح المحل لاصحاب البيت نفسهم، وبعد كده هو علشان يقدر يعني هنتصرف يعني من بعضنا ونلم ونقوم، نحاول نقومه على رجليه ان شاء الله. فدلوقتي الناس الزباين دي طبعا في فوانيس منها غالية يعني، عربيات بتبقى جديد، هو يعمل ايه؟ والله يا اختي في الشريعة أيوه. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحة بعض الاختلافات لكن يبدو انه صحيح. أيوه. ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام امر بوضع الجوائح. ايوه. امر بوضع الجوائح، فهذه الجائحة ايوه خارج عن ارادته. ايوه الحمد لله. اجتاحت كل امواله. الحمد لله. اجتاحت كل امواله. فلا يلزم عند هذا الفريق من العلماء برد الفوانيس. الحمد لله. والله أعلم. ما مسألة يا عبد الرحمن؟ وضع الجوائح. وضع الجوائح، جائحة اجتاحت أموال الشخص كلها، فالذي له أموال معه في هذه الجائحة انتهى أمره، ماذا يصنع؟ إذا بكل لم يكن هناك تقصير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. هي مسألة مختلفة فيها شوية شيء ما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله المحسنين خيرا. أنا كنت عايز أستفسر من حضرتك في حديث لطم سيدنا موسى، يعني لأن الحديث ده أثار عنه جدل على وقع التواصل الاجتماعي. أنا قلت لك ما في الحديث، هذه المرة الثالثة خلال يوم أو يومين أسأل عن هذا الخبر. حديث لطم موسى عليه السلام وفق عين ملك الموت روي متصلا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وروي موقوفا بدل من الموصول. يعني في علماء رواه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مرفوعا، وروى عن أبي هريرة من قوله الروايات، وأشار البخاري رحمه الله إلى روايات الرفع وروايات الوقف، إلى رواية الرفع ورواية الوقف، رواية من وقفه على أبي هريرة ورواية من قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يرجحون في هذا الموقوف لأمرين. الأمر الأول أن الراوي عن أبي هريرة موقوفا، الراوي عن أبي هريرة موقوفا هو طاووس أقوى من الذي رواه مرفوعا. أقول الراوي الطريق التي فيها المرفوع فيها همام، قيل إنه كان يروي الإسرائيليات، قيل همام بن منبه، قيل إنه همام آخر الذي أذكره يعني. فالشاهد والله أعلم، أيضا أبو هريرة كان يأخذ من الإسرائيليات، فالشاهد من هذا الباب أن الحديث مختلف في رفعه ووقفه. فغرابة متنه مع الوقف، غرابة متنه تقوي أمر الوقف، وكأنه يقال أخذ من الإسرائيليات. السند الآخر المتصل هو حجة لمن صححه، لكن الإشكالية أن السندان مردوهما إلى أبي هريرة، فالخلاف قائم فيه. فهمت كلامي؟ تمام. الله يوفقنا وإياك يا رب. أمين. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبار حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك يا شيخ، أنا بتصل بحضرتك أخذت عليك رؤية شفتها لحضرتك في الحلم. الله يبارك فيك، خلي الرؤية بيني وبينك، لأن المقام هذا مخصصين للفتوى ليس للأحلام. الرؤى يا خير والله. معلش، خير إن شاء الله، الله يجعلها خير. تسنيم بارك الله فيك. عبد الرحمن السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا الغالي؟ الحمد لله بخير. اشهد الله اني احبك فيه. احبك الله الذي احببتنا له. ليه سؤال بسيط بعد اذن حضرتك. اتفضل. احنا بنتعرض في الطريق والمواصلات لبعض السواقين لسد الدين. يعني يا بننصحهم بالراحة لكن بالله يا رب قاسي وساعات ما بننصحش. إذا علينا؟ إذا رأيت أن الذكرى ستزيدهم فسادا لا تذكرهم. أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أن إن بمعنى حيث، يعني حيث ترى أن الذكرى تنفع ذكر. إذا كانوا أهل إجرام وإذا ذكرت سيزيدون السباب سبابا للدين، لا ابتعد، لا تفعل، أعرض عن الجاهلين. ناس يسألون عنك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زوجي يعني كنا في الشارع فحصل مني موقف، قال لي لو مشيتي لو وقفت تاني وانا بتكلم معترضه على كلامي يعني في الشارع فهتكوني طالق. تمام. ما هذه والله السفاهه وصلت لكثير من الازواج بهذه الطريقه. كل شيء عملت كذا كله، انسكت طالق، تكلمت طالق، وقفت طالق، نمت طالق. يا ناس ارحموا يا ناس. يا شيخنا حصل ان هو مثلا يعني ضايقني في الشارع فانا متعوده ان دي حركه لا اراديه مني ان انا اقف لما يكون كلام مش عاجبني غصب عني. فوقفت سهوا مني ان هو قال لي كده، فهل كده الطلاق وقع ولا ايه؟ خليه يكفر كفاره يمين. كفاره يمين؟ ايوه. بارك الله فيك يا شيخ هاني المنشاوي، عارف انك من العقلاء، لا تقل للزوجة ان عملت طالق، ان سكت طالق، انت عارف انك عاقل ان شاء الله يا شيخ هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو تكرمت يا شيخ، انا متزوج لسه جديد يعني. ايوه. وعندي زوجة وطفلة وعليها التزامات يعني، تمام؟ ومعايا والدتي ووالدي ومعايا اختين بنات يعني برضو اعولهم يعني من بعد الله. طيب. فانا على قدر المرتب بتاعي فبدي والدتي احتياجاتها. ماشي. فوالدتي بتسمع كلام اختي وبتفرض عليا مبلغ معين ادفعه كل شهر وده خارج حدود امكانياتي. طيب. وبجيب العلاج ومش بأثر في حاجه، فلو انا قلت المتاح عندي كذا تقول لي يدفعه يا اما انا غضبان عليك امام الله ودايما خصام اسلم ما يتردش عليا، كميه قسوه غير طبيعيه يا شيخ. وتدعي علي دعاء وحش وتقول لي هفضحك. اسمع الحديث، اسمع الايه عفوا. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم. بارك الله فيك. طب أعمل خلاص هتعمل إيه؟ لا عليك عبد الرحمن. بهذا القدر أستهزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا خير الرازقين ارزقنا ويا خير الغافلين اغفر لنا يا خير الناصرين انصرنا يا خير الفاتحين افتح علينا يا خير المنزلين اكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرم منازلنا ووسع مداخلنا وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واخلص نوايانا واصلح أعمالنا واسلس خائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.